الرسول صلى الله عليه وسلم كان عربيا والقرآن نزل عربيا، ما مدى تلاؤم هذا مع العالمية؟ شوف في الحقيقة يعني هذا طبعا السؤال لا يطرح فقط بخصوص القرآن، لكن طبعا الذي يسوق ربما حضرتك أو غير طرح هذا السؤال أن أديان أخرى لم تدع أنها عالمية، لم تقل أنا يعني عندي وظيفة عالمية رسالة عالمية. القرآن كان واضح من العهد المكي وهذا لفت للنظر، آيات العالمية الشهيرة آيات مكية وليست مدنية، لأن بعض المستشرقين يزعم أن محمدا كان يطور خطابه وينطلق من مسلمة باطلة أن هذا الخطاب القرآني هو خطاب محمدي محمد شو، غير صحيح. لا لا لا، محمد من عهد المكي أكد أكد عالمية الرسالة، الوجه العالمي لرسالته الجديدة، وهذا لافت جدا. يعني رجل لم ينجح في البداية إلا مع عشرات من الأفراد والأفذاذ يؤكد عالمية دينه. غريب، هذا لافت، علينا أن نفكر فيه طويلا، نفكر فيه طويلا. فالإسلام نعم أكد أنه رسالة عالمية ودين وشرف عالمي، ولذلك كيف يكون عالميا وقد نزل كتابه المقدس باللغة العربية؟ طب ما الحل؟ هو لابد أن ينزل باللغة، لكن هل عربية القرآن مسألة جوهرية أم مسألة عرضية؟ واضح أنها عرضية، بمعنى أنه لو افترضنا أن الله اختار النبي الخاتم من شبه القارة الهندية، قطعا كان ستكون لغة الكتاب الأخير المنزل إحدى اللغات الهندية، لغة الشائعة مثلا السنسكريتية، الأردو، أي لغة. وهكذا لو اختاره من قارة أخرى ستكون، وإذا في القرآن الكريم في سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فالعربية هنا هي من عرضيات الدين، كون القرآن عربيا ليس شيئا جوهريا، بدليل أن القرآن الآن من عقود طويلة يترجم إلى مختلف اللغات العالمية. ما معنى شرعية وتجويز ترجمة القرآن الكريم؟ أن القرآن الكريم ملزم بمعناه بدلالاته، ليس بالضرورة في وعائه العربي، ملزم للعرب بالعربية وملزم لغير العرب من المسلمين بدلالاته ومعانيه والتي يعبر عنها بلغات أخرى غير اللغة العربية. هذا من العربي، لكن المسألة عنده عمق أبعد من هذا. كيف؟ بس قبل العمق، جاء في القرآن في سياق مدح ذكر اللغة العربية بلسان عربي مبين مثلا، فما كان يعني لغة وفقط، لا جاء بسياق مدح. شوف طبعا كون القرآن يخاطب المسلمين الأوائل الذين كانوا في جملتهم عربا، بأنه نزل أو أنزل أو أوحي بلغتهم وعلى منهاج البيان الواضح، هذا لكي يقول لهم الأمر واضح ليس مشتبها ليس ملتبسا، كأن الله يقول يعني بلغة معينة، أنا أعذرت من نفسي من ذاتي المقدسة، بلغتكم بلاغا مبينا، هذا هو المقصود. فالآن هل هذا الكلام والنص العربي المبين يمكن أن يترجم أيضا بطريقة مبينة إلى اللغات الأخرى؟ يمكن، وهذا ما يقوم به المترجمون الأكفاء والعلماء، ويقنع به المسلم غير العربي، يفهم ماذا يريد منه الشارع الحكيم تبارك وتعالى. لكن العمق الذي أردت أن أذهب إليه مؤشرا هو ماذا؟ أن القرآن أيضا حين توسع العربية وعاء له لكي يصوغ أحكامه وتشريع ورواه الكونية العقلية كما يقال ومنظومتها الخيمية والأخلاقية، اعتمد أيضا ليس مجرد طرائق في البيان وأساليب في البيان والتعبير، لا، اعتمد أيضا جملة مفاهيم، تنتسب إلى البيئة العربية، وتعكس الأعراف أيضا والتقاليد. هنا ندخل في عمق أبعد مما مما يطفو على السطح، أيضا توسل تشبيهات معينة تناغي وتناغم الحس والذائقة العربية، قد لا تناسب الآخرين. إذا كان سأنتهز هذه الفرصة لكي أشير أن على المترجم المسلم الذي ترجم النص القرآني اللغات الأخرى فعلا أن يكون، وأكثرهم الحمد لله وعون بهذه النقطة، أن يكون ملتفتا ومتيقظا إلى هذه النقطة الحساسة، فلا يلتزم الترجمة الحرفية ولا حتى الترجمة المعنوية بعيدا عن حدود الحرف، لا، وإنما يذهب خطوة أبعد من ذلك. وسأوضح بالمثال، العرب مثلا جماليا
يحبذون العين الحوراء، ومنه إيه؟ حور عين، أي العين شديدة الاتساع، شديدة سواد إيه؟ الحدقة وبياض بياض العين. لكن هناك ثقافات أخرى معاييره الجمالية مختلفة، كالثقافات الشرق أقصوية في الصين مثلا، في اليابان، يحبون العيون الصغيرة الخزراء. فقلنا لهم إن نساء الجنة حور عين، ربما بعثهم هذا على نوع من الاشمئزاز والتقزز. فهنا لابد أن نكون دقيقين ولا نترجم حور عين كما هي معنويا حتى أبدا، نترجمها بمعنى أي آخر يكون مقبولا في هذه الدائرة. في نهاية المطاف النشأة الأخرى هي نشأة أخرى، كل ما فيها شيء تقريبا مختلف، لكن القرآن يتوسل هذه التشبيهات وهذه الأشياء التي تتناغم وتتراسل مع وجدان العربي. والمقصد واحد في الأخير، المقصد واحد، تجمعه آية مثل إيه؟ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وما تشتهيه النفوس يختلف من دائرة ثقافية إلى دائرة ثقافية أخرى. لو قلت مثلا رجل في الإسكيمو الجنة الموعودة للمسلم التقي والمؤمن إيه؟ الصالح الخاشية ليس فيها شمس، ربما هذا يبعثه أيضا إيه؟ على النفور. لماذا؟ لأنه ملا البرد. نقول له نعم ولكن لا بأس، ليس فيها برد. نقول لا بس أنا أريد الشمس، أنا أحب الشمس، الشمس التي لا يحبها العربي طبعا أنها لافحة لا يحب يحبها ويعشقها الإسكيمو مثلا. فلا بد أن نكون دقيقين حين نترجم الأشياء، هذه عرضيات الدين، هذه عرضيات الدين. طبعا لو ذهبنا مع هذه النظرية إلى آخرها سندخل في قضايا إشكالية تماما في الأحكام، في الأحكام الشرعية أيضا، أين العرضي أين الجوهري. طبعا الذي نعلمه وهذا ربما لا يعلمه غير المتخصصين العامة، أن علماءنا يقرون وبوضوح تام أن الأحكام الشرعية في جملتها وسائل، يعترفون هنا يتحدثون عن المقاصد وعن الوسائل، يقولون المقاصد شيء والوسائل شيء. طبعا هناك علاقة أيضا جدلية بينهما، لكن يقولون بأن المقاصد ثابتة من حيث غي طبيعتها ثابتة، والوسائل متحركة لكن في الجملة، في الجملة عند التفصيل وفي التفاصيل تكمن الشياطين. هنا يحدث هي الانكسار والاختلاف ونوع أيضا من التهيب والتخوف، وبعضهم يعتصم بالتقليدية التامة وبعضهم يتجرأ فيكسر حدود التقليد في بعض الاجتهادات. نعم، لكن اللطيف أن العلماء الأصوليين الكبار يعترفون بأن الأحكام الشرعية وسائل، كل الأحكام الشرعية في باب العبادات وباب المعاملات وباب الأخلاق كلها وسائل، والمقصود يخبع خلف الأحكام، خلف الوسائل، فيما وراء الوسائل. والآن يأتي السؤال كما قلت، هنا يحدث الانكسار في الاجتهاد بين الجلي وبين الجامد كيف يمكن أن نميز وأن نفرق بين ما يعتبر ثابتا من هذه الوسائل أو ما ينبغي تثبيته وبين ما يمكن أن نحركه أو ينبغي تحريكه. وأنا أعتقد بجملة واحدة أن الصحابة كانوا أكثر جراءة وأكثر جسارة وأكثر مرونة من كل من تلاهم من المجتهدين على اختلاف مذاهبهم في التعامل مع وسلية الأحكام، مع وسلية الأحكام من جزء التعبير. صحيح، يعني أنت ترى كون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عربي والقرآن عربي هي مسألة عربية، ليست جوهرية، مسألة عرضية واضحة أنها عرضية، هذه من عرضيات الدين.